في أن كل هذا يجري في ظل تغييب كامل للدولة اللبنانية، وأن هناك من يتفرد في اتخاذ مواقف ويحاول أن يورط لبنان في هذا الشأن. ولقد كان لنا موقف سابق في هذا الأمر بأنه من غير المقبول أن يبادر حزب الله إلى القيام بعملية من هذا النوع مثل اليوم. طبيعي يجب أن لا ننظر إليها بأنها على حدة، لأنها هي نتيجة العمل الذي قامت به إسرائيل قبل أسبوع، وبالتالي أدت إلى يعني اختراق، وبالتالي عمل ضد القرار الدولي 1701 و425 وغيرها من القرارات الدولية. المشكلة أن هناك هذا التفرد وهذا غير مقبول، وهذا الأمر طبيعي يطرح قضية الاستراتيجية الدفاعية للبنان التي ينبغي أن يصار إلى وضعها على الطاولة الآن قبل الغد، لأن هذا الأمر بهذه الطريقة التي يتفرد بها حزب الله ويعبر عن ذلك عندما قال بأن أي عمل يؤدي إلى الإضرار أو إلى قتل أي من عناصرنا في سوريا فإننا سوف نرد في لبنان وليس حتى في مزارع شبعة. طبيعي هذا الأمر يجب أن ينظر إليه بكل جدية، ولا سيما بأن لبنان يواجه كمية كبيرة من المخاطر ولا يحتاج إلى مخاطر إضافية تأتي عن طريق توريط حزب الله للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني في هذا الشكل الذي رأيناه خلال هذه الأيام. وهذا الأمر يتطلب من جهة التواصل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مثل ما جرى اتصالات اليوم، ولكن مش كل مرة تسلم الجرة، لأن هذا العمل الذي جرى اليوم لو أنه تفلت من عقاله لكنا أصبحنا في وضع كما كنا فيه في العام 2006.